قلت بداية لابد من التأكيد على أن مشكل الاكتضاد هو ليس مشكلا عاما. صحيح أن بعض المؤسسات الجامعية تعاني منه، هذا تعرفه بعض التخصصات كاليوم، يعني الإحصاءات التي لدينا كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وبعض كلية العلوم، يعني أنه ليس الظاهرة عامة في كل المؤسسات الجامعية المغربية، هذا من جهة. من جهة أخرى فالحكومة انسجاما مع البرنامج الحكومي اللي من أهم الدعائم التي قام عليها هي توسيع العرض وتحسين الجودة، ففي هذا الإطار توسيع العرض بذلت مجهودات كبيرة في سبيل بناء مدرجات جديدة بطاقات استيعابية كبيرة جدا، تقريبا برمجت 24 يعني مدرج ليزيد من الطاقة الاستيعابية. أضيف إلى ذلك أنه أحدثت مؤسسات جامعية، أذكر منها مؤسسة يعني مركب جامعي اليوم في أيت ملول والذي انطلق منذ هذه السنة بقدرة استيعابية تصل إلى 6000 يعني مقعد بيداغوجي. وهذا طبعا هذا إذا أردنا أن نتحدث عن الاكتضاد فهو ليس معطى اليوم ولكنه معطى وقع فيه التراكم، لأن اليوم نسبة النجاح في البكالوريا عرفت تطورا كبيرا مقارنة بكل السنوات الماضية. اليوم ما بين 2011 و2015 وصلت نسبة النجاح إلى 30%. شكرا. قبل من هذا شكرا.